الرحمن من حفر الباطن. تفضل أبو عبد الرحمن. شيخ، ما الفرق بين قولنا ماء طاهر وماء طهور، وما هي كتب الفقه التي تحدث عن ذلك؟ الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وأما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والكتب التي تتحدث عن ذلك كثيرة، كل كتب الفقه تتحدث، أول ما تتحدث عن الطهارة، فمثلا متن الزاد وكل متون الفقه عند الأئمة أول ما تتحدث عن الطهارة، لأنها مفتاح الصلاة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا تصح إلا بطهارة. نعم، أحسن.